السؤال الرئيسي الكبير قوي اللي هقول كلمتين واخد بعد منه فاصل هو هل ستقوم الحرب؟ اقولها بشكل ثالث. هل ستقوم الحرب؟ اقولها بشكل ثالث. هل ستقوم الحرب؟ هل دقت طبول الحرب؟ هل ستقوم الحرب؟ هل نفخ في النفير؟ لا، السؤال مش كده بصراحة، معلش يا سعادة المخرج. السؤال هو هل يستطيع السيسي خوض حرب؟ يقول الدكتور جمال حمدان، الكلام ده زعناه سنة 18، خلال أكثر من 5000 سنة لم تحدث أو تنجح في مصر ثورة شعبية حقيقية واحدة بصفة محققة بصفة مؤكدة مقابل بضع هنات أو فورات أو مقابل عشرات بل مئات من الانقلابات العسكرية يمارسها الجند والعسكر دوريا كأمر يومي منذ الفرعونية وعبر المملوكية وحتى العصر هذا. وهكذا بقدر ما كانت مصر تقليديا ومن البداية شعبا غير محارب في الخارج، كانت مجتمعا مدنيا يحكمه العسكريون كأمر عادي في الداخل، وبالتالي كانت وظيفة الجيش الحكم أكثر من الحرب، ووظيفة الشعب التبعية أكثر من الحكم. إذن جمال حمدان بيقول لك العسكر لا يخوضون حروبا ولا ينجحون فيها اللهم إلا النزل اليسير كما حدث في حرب 73. إذن وظيفة العسكر من أصحاب الانقلابات أنهم لا يخوضون حربا بل يوجهوا أسلحتهم نحو شعوبهم. فاصل بقى وارجع احكي لك القصة من أول طقطق. السلام عليكم.